السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي العملاق اللي خرج من المصباح، فمديرين المشروع محتاجين ان هم يشتغلوا بيه بهدف ان هم يعرفوا يديروا المشروع ويديروا عناصر المشروع للهدف. فالذكاء الاصطناعي مش هيستبدل مدير المشروع، لا، ده موظف جه اشتغل في المشروع تحت إدارة مدير المشروع. طيب، اكتر حاجة هتساعدنا حاجات مثلا زي شات جي بي تي وكوبايلوت وجيميناي. الثلاثة دول لو انت بتستخدمهم صح وتقدر تسألهم ممكن يغنوك عن اغلب الادوات التانية. يعني ممكن لو ركزت معاهم هتبدأ تسأله اي سؤال، تقول له طب اعمل لي باوربوينت، طب اعمل لي كذا، طب اعمل لي كذا. استخداماته قوية جدا الذكاء الاصطناعي في الحاجات اللي احنا قلناها. على سبيل المثال مثلا كوبايلوت وشات جي بي تي، خلينا نفتحهم. شات جي بي تي جواه أداة ادنس بتسطب اسمها دايجرام شو مي فور برزنتيشن كود اكسل. دي بتعمل لك يعني بتاخد منك الحاجه وبتتحرك بشكل كويس. تجيبها منين؟ لو انت معكش اللينك هتفتح شات جي بي تي وهتدخل هنا اكسبلور جي بي تي، فبيبدا يجيب لك التولز تقدر ان انت تدور عليها وتشوف ايه الحاجات الخاصه باداره المشاريع. هتلاقي تولز كتيره. الميزه ان هم فاتحين ان اي حد عايز يزود يزود، تمام. فانت ممكن تيجي هنا برودكتيفيتي هتلاقي تولز كتيرة جدا خاصة بالإنتاجية. ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز مانجمنت، فهيبدأ يجيب لك حاجات كتير خاصة بالمانجمنت تقدر تختارها وتسطبها زي ما أنت عايز. زي مثلا مانجمنت كونسلتنت، في هيومن ريسورس مانجمنت، في هوتيل مانجمنت، مانجمنت انفورميشن سيستم، وهكذا. فتبدأ تختار اللي أنت عايزه، وساعتها شات جي بي تي هيبقى مركز في الجزئية دي. يعني مش هيجي تسأله سؤال فيجيب لك حاجة في التاريخ أو يجيب لك حاجة في الجغرافيا، لا، هو خلاص عارف إن أنت راجل مهتم بإدارة المشاريع، فأي سؤال هتسأله له هيجاوبه لك من ناحية إدارة المشاريع. طبعا خلينا ناخد مثلا مثال، هقول له لخص لي عندي مشكلة في معينة في الإدارة، أبدأ أشرحها له وهو يجاوب لي عليها. أبسط حاجة يعني ممكن أقول له مثلا في مشكلة نقل و و الحاجات دي كلها. لو كتبت له جملة كبيرة جدا أو يعني وصفت له مشكلة بدقة هيجيلك الإجابة بدقة، إنما ممكن تقول له عنده مشكلة مع موظف وسكت، الإجابة مش هتبقى دقيقة، تمام. إحنا هناخد أمثلة إن شاء الله مع بعض، أسئلة كتيرة في موضوع القصة دي. طيب، في برضو لو خرائط ذهنية. خرائط ذهنية دي يعني بتحاول إن أنت تلم موضوع معين في إدارة المشاريع وكده بالشكل دوت. طيب، ممكن أقول له إيه؟ أنا مثلا من شوية اديت السؤال دوت، قلت له اعمل، كنت سألته لخص لي البي ام بي، منهج البي ام بي. قلت له كده، لك عايز خريطة ذهنية ملخص البي ام بي على شكل مارك اب داون، يعني النقطة وتحتها نقاط تانية وهكذا، ماشي. دي اللي جابها لي. يعني كل اللي انا عملته السؤال اهو وسألته له هنا، ماشي، ودوست انتر فجاب لي الإجابة دي. قلت له كوبي كود ورحت البرنامج دوت وقلت له خد الكلام ده كله وعملوا لي على شكل خريطة ذهنية. في ثانية بقى عندي خريطة ذهنية بيلخص لي فكر البي ام بي، بحيث ان انا ايه لما بدور على المعلومة ما اقعدش اقعد الف وافتح الكتاب والحاجات دي كلها، لا، هشوف الملخص هفهم اتعملت ازاي، تمام. فاول حاجة بالنسبة لي شات جي بي تي والتولز ديت هتفيدني كتير جدا في ان انا اعمل المطلوب مني بشكل كده ايه منظم. طبعا تقدر ان انت تعدل الكلام، مجرد ان انت عدلت الكلام هنا هيتعدل هنا في ساعتها. لو عملت سيلكت على اي واحدة هيبدأ يعمل زوم عليها. طيب، تعال نشوف بقية التولز اللي ممكن تفيدني كإدارة للمشاريع. عندنا في حاجات ممكن مثلا في برنامج اسمه فريكاد، ده برنامج اوبن سورس. ده احنا بنستخدمه في ان احنا نعمل نماذج معينة. ممكن مثلا تكون عايز تشرح حاجة معينة، بتبدأ ان انت تعمل النموذج. الميزة بتاعته ان هو مجاني وسهل جدا في الاستخدام، تمام. ده عشان تعمل نموذج اولي مثلا. طيب، خلينا نخش بقى في الإدارة زي إدارة الوقت والتكلفة مثلا. في عندي سمارت شيت. سمارت شيت ده من زمان، لكن هو بدأ يدود أدوات كتيرة جدا لإدارة الذكاء الاصطناعي نقدر إن إحنا نستخدمها. سهل جدا أونلاين، تقدر إن أنت تعدل عليه بسهولة شديدة جدا. مجرد دراج أند دروب، يقدر يقول لك إيه المهام اللي موجودة في الشركة وإيه المهام اللي هنبدأ نشتغل فيها. احنا كنا شرحناه قبل كده، هو برنامج سهل جدا وبسيط. تعال نشوف ديمو
ممكن تجرب مجاني، لكن هو طبعا برنامج بفلوس. تمام، بيقول لي شوف الديمو. طيب خليني احط الايميل دوت. هو عايز يعرف بس شوية معلومات. وش ذا ديمو؟ تقدر تقول ان هو هينظم لك شغلك كده زي البروميفيرا، لكن على ابسط واسهل بشكل حلو وجميل يعني. تمام، وفي حاجات خاصة بالبروجكت مانجمنت، في حاجات خاصة بالبورتفوليو، في حاجات خاصة بالكونستراكشن، فتقدر تختار الحاجة اللي مناسبة ليك. يعني البروجكت مانجمنت اهوت، والميزة ان هو يقدر تديله اي معلومات من اي حاجة، من اكسل، من اكسس، من اي موقع، يبدأ ان هو يحلل لك الداتا، يديك زي داشبورد، لوحة كده تقدر ان انت تشوف كل المشاريع وتعمل اساين لتاسك معينة لشخص معين، وتشارك الحاجات دي مع الناس كلها، وتتابع ايه اللي اتنفذ النهاردة وايه اللي متنفذش النهاردة. فدي من الادوات الجميلة يعني الواحد بيحب ان هو يشتغل بيها. طيب تعال نشوف السعر، لأن ده أكتر سؤال بيسأل. نشوف بكام البرو؟ $10 في الشهر للواحد. تمام، لكن أنت ممكن تجربه مجاني. طيب تعال نخش بقى على الموقع دوت. ده بيديك إمكانية لمراقبة التقدم في المشروع، ويحلل لك الداتا بتاعت المشروع. فلو عندك مشروع، انت داري مين اللي شغال في ايه، وايه الشغل، وايه الحاجه اللي متعطله، ممكن تقول له طب انا عايز اشوف ايه التاسكات اللي كانت المفروض تخلص الاسبوع دوت ما خلصتش، واقف عند مين. يعني ممكن يكون التاسكايه كذا حد هيعملها ف ما اتعملتش. واحد مثلا كان عمل طلب اجازه، فالطلب اجازه ده بقى له مثلا اسبوع، طب واقف عند مين؟ عند فلان، فيدي الارم ان في حد لسه ما خلصش، فبيديني البروجرس خلص قد ايه، بنسبه قد ايه. طبعا هو في AI بشكل كتير جدا، مزايا كتير. يعني ممكن تقول له مثلا لخص لي ديت، لا طب اشرح لي ديت، طب حط فيها تفاصيل اكتر، وهكذا. طيب شات جي بي تي طبعا بيعمل لي اداره مخاطر طول الوقت، انا بقعد اساله في مشكله كذا. الميزه ان هو ممكن يحلل لي داتا كتير جدا. شات جي بي تي ممكن ارفع دلوقتي عليه ملفات، ويقدر ان هو يشوفها ويبدا يقول لي مثلا عندي ملفات كتير قوي، طب المعلومه دي انا بدور عليها موجوده فين. يعني انت ممكن تكون مكتوب اكتر من بطرق مختلفه، فانت بتعمل سيرش عليها مش لاقيها. يعني كلمه بيم مثلا ممكن تكتب اختصار، وممكن تكتب جمله كامله بيلدينج انفورميشن مانجمنت، او بيلدينج انفورميشن موديلنج، او ممكن تكتب 2 ام، او ممكن وهكذا. فبدل ما تعمل سيرش، انت هنا ممكن تقول له ارفع لي الملف دوت، فترفع له ملف من عندك، وتبدأ بقى تسأله في الملف دوت، هل الملف ده فيه عقوبات؟ يعني كان فيه ملف المفروض نمت عليه، يعني عدم إفصاح، فسألته إيه مدى الخطورة؟ هل فيه خطورة؟ بس ما اعتمدش عليه 100%، لازم أسأله طب في أي صفحة؟ أتأكد برضه، يعني لازم أعمل تشيك، ما تعتمدش على حاجة وتقول كذا، لأن لو حصل مشكلة مش هتقول عمر قال لي ولا البرنامج قال لي، أنت اللي إيه هتشيل ليه؟ طيب في برضه برنامج تاني بيخليك تتابع المشاكل وتعمل إدارة للمخاطر، هو بيبقى معاك طول الوقت. تمام، تقدر إن أنت تضيفه للأتلسن، وتقدر إن أنت تسأله، هو معتمد برضه على شات جي بي تي. فهو هنا بس بيديك واجهة أسهل، بيديك كأن في حد بيتكلم معاك. لكن أنا صراحة يعني اتعودت على شات جي بي تي، فأغلب الحاجات اللي أنا حطيتها دي أنا متعود إن أنا سحبت شات جي بي تي وبتكلم معاه دايركت. كليك اب من ضمن الحاجات القويه جدا جدا، يعني اللي انا مسطبها عندي على الموبايل وعلى الويندوز، بحيث ان انا اتابع الشغل، اتمتت الاعمال واداره الاعمال، ببدا ان انا اوصله بكل الحاجات اللي عندي بجوجل درايف، ببرامج كتيره جدا موجوده، وبيشتغل على طول بالذكاء الاصطناعي. لو في اي حاجه ممكن ينبهني ليها،
ممكن اقول له اعمل ابديت من اللي كذا، ممكن كذا. فمن ضمن البرامج القويه برضه ما كانش شغال بالذكاء الاصطناعي، لكن قدر يطور نفسه، حصل فيه تطور رهيب. يمكن احنا شرحناه زمان قبل ما يضيف الذكاء الاصطناعي، لكن هم اضافوا له كتير. فعندك نسخة اللي هي المجانية، وفي نسخ طبعا تانية بتبقى بأسعار مختلفة. أنا مشغل بالنسخة المجانية، ماشي. فهنا ممكن يكتب لك مثلا ميتنج معين، يكتب لك الأجندة اللي هتناقش في الميتنج. يعني تقول له مثلا عايز أهم النقط اللي ممكن نناقشها في ميتنج بيتعلق بكذا كذا كذا، فهو بيبدأ إن هو يرسل لك بعض النقاط اللي ساعات الواحد في الشغل ممكن إن هو ينسى. طبعا شات جي بي تي أساسي معانا في كل حاجة، تمام. هو وجيميناي وكوبايلوت وكلاود تقدر انت تشتغل عليه، وميزه ان هو شات جي بي تي 4 او شغال مجاني، تقدر انت تسطبه وتقدر تشتغل بيه عادي بدون مشاكل. فممكن مثلا اساله حاجات كتير في اداره المشاريع مثلا، تمام. حسب لو انا عايز اشتغل بالمدرسه الفلانيه، ايه الخطوه اللي انا المفروض ان انا اخدها؟ طيب هنوقف كده في الفيديو، لكن ان شاء الله في كذا محاضرة تانية في ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، فما تنساش تعمل متابعة للقناة.